السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الورقة دي خطيرة جدا، مشارك فيها اوبن اي اي وستانفورد انترنت، ومشارك فيها جامعة جورج تاون. بتتكلم على خطورة الذكاء الاصطناعي في عملية التأثير السياسي، ان ممكن الذكاء الاصطناعي يكون له تأثير بشكل بشع، انه ممكن يخليك تحب شخص معين او تكره شخص معين من خلال ان هو يعطي معلومات خاطئة او يعمل صور خاطئة او يعمل فيديوهات خاطئة. وطبعا هم مستعينين بخبراء كتير، تقريبا 30 خبير حوالين المشكلة ديت، ان ازاي نقدر نتحكم في حاجة زي كده، وماذا خطورة الموضوع ان ممكن تنشر حاجة سيئة عن مرشح معين في الانتخابات فيسقط، واحد يكون فرصته كبيرة جدا في الفوز، لكن نتيجة نشر اخبار سيئة او تركيب فيديوهات او صور ده ممكن يعمل كارثة. فالبحث مهم لان هو فعلا ممكن يعني ممكن تنشر اشاعة ضد بلد معين، فيحصل حروب بينها وبين دولة تانية. فمهم ان تقروا البحث دوت. ممكن الذكاء الصناعي يعمل شخصيات وهمية محدش يعرفها، ممكن يعمل صور عجيبة جدا وممكن الناس تصدقها. فخلاص احنا اذكياء ومش هنصدقها، يعني هنلغي الاذان وهنلغي الاعين. طب هنحكم على حاجه بناء على ايه؟ ايه الحاجه اللي هتخليك تبقى مصدق ده او مكذب دوت؟ اذا كنت انت بتقول لا انا مش هصدق اي حاجه لو صور، ولا هصدقها لو فيديو، ولا هصدقها لو هي لايف، طب ايه اللي انت ممكن تصدقه؟ موضوع محتاج ليه النقاش.